بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن اكثر من 400 مليون عربي واكثر من مليار و400 مليون افريقي بقول شكرا لمنتخب المغرب كفيتم ووفيتم كنت اسود بجد رفعت راس بلدكم وراس الوطن العربي وقاره افريقيا بالكامل وكل عشاق كره القدم في العالم الكل رفع لكم قبعات اداء بطولي روح قتالية استثنائية حماس بالزاف غيرتوا خريطة كرة القدم في العالم زلزلتم الأرض تحت أقدام منتخبات كبيرة وأسماء رنانة شكرا للعملاق ياسين بونو شكرا لمنير المحمدي ورضا التكناوتي شكرا حكيمي وسايس وأكرد ومزراوي وعطية طلة وداري واليامق وبنون شكرا مرابط وأناحي وبوفال وأملاح والخنوس وشعير والصبري وجبران وزياش شكرا بخلال والزلزولي والزعروري وشديرة وحمد الله والنصيري شكرا لوليد الرجراجي وجهازه رشيد بن محمود وغريب امازين وعمر الحراء شكرا فوزي لغجع وكل اعضاء الجامعة المغربية لكرة القدم الاسود التي اقنعت من البداية لما فرض التعادل على المنتخب الكرواتي تاني مونديال العالم السابق وبعدها تفوقت على المنتخب البلجيكي المصنف الاول اوروبيا والتاني على العالم وصعدت بجداره بعد الفوز على منتخب كندا المتطور جدا واللي تاهل للمونديال في صداره منطقه كونكاكاف على حساب المكسيك وامريكا. تخطي مرحله المجموعات بعد غياب 36 سنه هل ده كان كافي للرجراجي وكتيبه الابطال اللي معاه؟ خصوصا ان المنتخب الاسباني كان المنافس في مرحله خروج المغلوب. الإجابة كانت على ملعب المدينة التعليمية لما صمد منتخبنا العربي الكبير 120 دقيقة أطاح بالماتودر الأسباني وبعدها صنع المستحيل وكسب جاره البرتغالي بهدف النصيري وتأهل لأول مرة في التاريخ في تاريخ إفريقيا للمربع الذهبي وتالت مرة في تاريخ المونديال لمنتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية بعد أمريكا سنة 30 وكوريا الجنوبية في 2002 صحيح المسيرة البطولية دي وقفت قدام فرنسا في المربع الذهبي بعد ما اتخطفنا بجول في أول خمس دقايق لكن رجعنا للمباراة وبقوة ضيعنا التعادل في أكثر من محاولة في مواجهة حامل اللقب اللي بيضم نجوم قيمتهم بتزيد عن المليار يورو دروس كتير لازم نتعلمها من الملحمة اللي حصلت دي سواء في الوطن العربي أو في قارة إفريقيا لازم نثق في أنفسنا لازم تثق في نفسك تؤمن بقدراتك عشان تحقق هدفك كان صعب علينا نحلم مجرد حلم اننا ننافس على لقب مونديال الكبار لحد ما رفع منتخب المغرب اسود الاطلسي سقف الطموح خلانا ننسى النغمه السخيفه بتاعه التمثيل المشرف ونكون راس براس مع الكبار لاننا بالفعل حتى اسالوا قطر عن التنظيم اللي اذهل العالم واكد اننا عندنا الكثير من الدروس اللي ممكن نقدمها للعالم جوه الملعب وبره الملعب هنيئا للجماهير العربية هنيئا للجماهير الافريقية مولد حلم كبير ان شاء الله نقدر نبني عليه في المستقبل اسود الاطلسي شكرا بزاف شكرا ليكم الف الف مليون شكر بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين في كل مكان سهره رياضيه جديده ملعب انتامي سبورتس وحلقه جديده وسهره رياضيه جديده انا قلت المقدمه وقلتها من قلبي وقلت الكلام اللي كل عربي وكل مصري وكل افريقي وكل مواطن ينتمي لهذا الوطن العربي الكبير بيشعر بيه تجاه هذا المنتخب العظيم هذا المنتخب الكبير هذه الكتيبه الرائعه كتيبه اسود الاطلسي النجوم الحقيقه اللي اسعدونا واذهلونا وخلونا نحلم وما زال الحلم قائم لان الحصول على المركز الثالث هيكون انجاز وانجاز كبير جدا 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 النهارده المنتخب المغربي كتف بكتف مع المنتخب الفرنسي هدف اتخطف عن طريق تيو هرنانديز الظهير الايسر في بدايه اللقاء ما خافوش ما ترعبوش ما تخضوش لعبوا ووصلوا وسددوا وهوجو لوريس تألق في أكثر من كرة ولكن هذه كرة القدم وسط الهجوم المغربي الكاسح يأتي الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي